وانا ماما قاعدة بجنينة. صباح الخير فيروز خانة. وين كنتي من الصبح يا فتاح يا عليم؟ زرت البابا وشفت هنيك عدنان بيك. ايه؟ شو ايه؟ حكيتي معه؟ طبعا. عن شو حكيتوا؟ احكي مثل الخلق والناس. يعني كتير بهمك الموضوع؟ خايفة نكون جبنا سيرتك بهالقعدة؟ يا ستي حكينا عليكي. هاتي لشوف شو حكيتوا. ولا شي، حديث عادي كتير. طلعي فيني إذا حكيتي شي برات. ما حكيت عن شي، طمني بالك. بس حكيت له قديشك صيادة ماهرة يا ماما، لما تحطي شي ببالك ما في شي بيوقفك. وقحة. حكيت له كيف تحومي حول الفريسة بكل شهية، وكيف تكوني مجهزة مخالبك ومنتظرة فرصتك لتنقضي عليها بالوقت المناسب، وقتها بتكوني عززتي أنوثتك. لا تتحديني يا سمر، أحسن ما خليكي تدفعي الثمن غالي. أنا ماني بيسان يا خانم، وتهديداتك الفاضية ما بتخوفني. ما فيك تبيعيني ولا بأي ثمن مثل ما عملتي مع بيسان. بس بدي أعرف شو اللي بدك إياه مني. أساساً أنتي مثل أبوكي، مانك شاطرة غير إنك تحاسبيني. هاي أنتي قلتيها، أنا بنته لمالك بيك، ونحن بسببك صرنا عيلة بتم يلي بيسوى يلي ما بيسوى. أنا صرت بكرهك. هذا الشي ما بيهمني، بيهمني تبعدي عن طريقي. تقبلي تتجوزيني يا سمر؟ بقبل. ما كنت متوقع جواب مني بسرعة. من زمان كتير وأنا مستني هالكلمة. بتقدر بس تعطيني شوية وقت لفكر؟ أكيد أكيد، حتى تعرفيني أكتر. مشان أولادك يعرفوني أكتر. بعرف هن قد ايه متعلقين فيك، وفجأة في وحدة رح تدخل على حياتهم، كمان هن لازم يقبلوا وجودي بيناتهم. طبعا هذا شيء أكيد. بالنسبة لماما ما رح خبرها بشي هلا. اعملي اللي بيريحك. رح استنى الوقت المناسب. خدني على البيت. أمرك أبي. شو رأيك نتدرب هلأ؟ معلش نأجلها شوي ليجي بابا؟ مثل ما بدك حبيبتي. لأنه عقلي مو معي ومو قادرة نركز. ولا يهمك يا قلبي، إذا بدك ارتاح اليوم بكرة بناخد درس بيكون أحسن. ماشي، بلكي بخلص له شغله لسليمان أفندي، لأنه ما عنده غير وين الحسابات وين الحسابات. هلكني بنقه. شكرا لك. دغيا مهلك كلو، شو صار لك؟ جيت بكير. بكير ما؟ عمي بالبيت؟ مانو بالبيت. كتير كتير منيح. صباح
صباح الخير يا جدبة. صباح الخير. شو صاير لا؟ شو صاير لحبيبتي؟ ما تكون زعلانة لأنه ما راحت على العرس؟ لأنه ما عندي غير هالهم. شافتك وانت عم ترقص مع البنات بالعرس؟ مراد كيف شافتني؟ نشروا الصور بالمجلات. لما بلشت رقص كانوا مطالعين كل الكاميرات والمصورين لبرا. بس برا كان في ناظور. مراد؟ أيوة باليخت. يا حبيبة قلبي، يعني حضرت العرس وانت بالقارب. حسابك بعدين. طلب مني شي من يوم ورايح. مشان هيك الحلو زعلان ومتضايق؟ بعد عن طريقي. ما تكوني اجيتي لترابي ابوكي؟ مهند عم بقلك بعد عن طريقي احسن لك. هي اخرتك يا نهال؟ عم تراقبي العالم من القوارب؟ ضحكتني. اساسا رحت من كتر ما نق علي مراد. انا ما كان بدي روح. ايه طبعا طبعا. كمان سهيلة كان بدينا نروح. وسهيلة كمان اجت معكم؟ حتى لميس كانت هنيك. اه ما عم اقدر صدق. شو فيها؟ أكلنا وطلعنا نعمل جولة نغير جو ومرينا من جنب العرس، تفرجنا شوي من بعيد وبعدين رجعنا على البيت. شو صار يعني؟ ولا شي، عملتوا زينة العقل. بس يا ريت خبرتوني كنت اجيت وشاركتكم بالجولة. شو غليظ؟ دخيله اللي بيحمر خدوده لما بيعصب وما عاد بيعرف يحكي. اتركني بقى مهند. وما أحلاه وهو عم ينوضر علينا من بعيد مثل الحرامية. حل عني بقى. خلص شو بدك فيها؟ بدل تعبك وخلينا نروح على البحر. بدي نام. خلص مهند خلينا نروح، بتنام ببلخت. ما بروح بلا نهال. مستحيل روح. اختي اختي. هلا تذكرتني اختك. خلص مهند بدل تعبك خلينا نروح. طيب ماشي ماشي، رح جاهز حالي وراجع لعندك، بلكي بتكوني غيرتي رأيك. ماشي يا غليصة. تعال بقى شو بدك فيها. Thank you.